سيد السفير النشط دائما روعة، يعني واحد من المشاهد الرائعة في هذه البطولة مع منتخبنا ومع البعثة المصرية ومع كل الجماهير المصرية، هتلاقيه متواجد دائما سيادة السفير مدحت المنيجي. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور وحاجة رائعة جدا مجهودك الكبير العظيم اللي احنا شايفينه كله. صباح الفل يا كابتن كريم، وألف مبروك عليك وعلينا جميعا يا رب. الحمد لله هذا النصر اللي كنا محتاجينه جدا جدا، وربنا كلل جهود المنتخب بالنجاح الحمد لله. الجماهير المصرية، أنا عارف إن أنت قريب من الجماهير المصرية ومتابع الجالية المصرية أو الناس المسافرة من هنا لتتابع المباراة، شفتهم وهم زعلانين المباراة الماضية وأكيد شفتهم النهاردة وهم مبسوطين. الحمد لله طبعا منظر يفرح ويشرح النفس، وأنا دلوقتي في الطريق راجعين المطار مع آخر مجموعة من السادة المتفرجين اللي قلنا من مصر، فاحنا دلوقتي طريقنا للمطار علشان يستقلوا الطائرة ويرجعوا بسلامة الله إلى أرض الوطن. أكرم توفيق مراجع معاهم مظبوط؟ المفروض أكرم توفيق حالته إيه؟ كلمت معاه يا فندم؟ بس بيتهيألي يعني الجهاز الفني خد الإجراءات اللازمة عشان الكابتن أكرم يقابلنا في المطار بإذن الله. طيب أنا كمان عايز أسأل حضرتك على الوضع الآن بالنسبة للأمور الأمنية في الكاميرون وفيما يخص منتخبنا الوطني، حابين نطمن ونتأكد أن منتخبنا في أمان الحمد لله. لا الحمد لله، أنا مش عايز حضرتك أو السادة المشاهدين يقلقوا. إحنا عندنا هنا نوع من الصراع ما بين الأقلية الأنجلوفونية والأغلبية الفرنكوفونية. الفرنكوفون بيشكلوا حوالي 80% من السكان، والانجلوفون حوالي 20%، وبيشعروا بانهم مهمشين. فبقالنا في هذا الوضع حوالي 5 سنين في صراع بين الطرفين في منطقه بعيده جدا جدا من اللي احنا فيها. هي بتعتبر في منطقه الغرب، شمال الغرب وجنوب الغرب تحديدا، ودايما في يعني نقدر نقول ان اكثر حد قريب من هذا هي المجموعه تقريبا السادسه اللي هي بتضم تونس وغامبيا وموريتانيا الى جانب الدوله الرابعه، معلش اسمها غير عني دلوقتي، موريتانيا. فالحقيقه هي دي المجموعه اللي هي في منطقه بويا ومنطقه لينبي، وهي دي اللي هي قريبه من الصراع. ولكن الحقيقه انا تواصلت مع السفير التونسي اللي اكد ان هو الحمد لله كله تمام، وانه يثق تماما في التأمين الكاميروني للمباريات وكل شيء. فمنتخبنا بعيد، احنا زي ما حضرتك عارف الماتش الجاي ان شاء الله هنلعب في ياوندي مع السودان، وان شاء الله ياوندي طبعا العاصمه ومؤمنه تماما ومفيش اي مشكله، وبالفعل في دفعه مقدمه سبقت عشان اعداد لوصول المنتخب بتاعنا ان شاء الله. سمعنا ان استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري راجع بكره مظبوط؟ الحقيقه انا شخصيا ما عنديش خبر عن هذا الموضوع، لان انا كنت طول النهارده كنت في التجهيز لعمليه الباصات والتاشيرات وما الى ذلك لتسهيل دخول الجماهير، فما قدرتش اروح معسكر او بمعنى اخر الفندق اللي فيه الباسه، وبالتالي ما اقدرش اقول لحضرتك اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا. انا ما تابعتش هذه الجزئيه. عموما واضح من صوت حضرتك انك مجهد جدا جدا، الله يكون في العون يا فندم، فمش هطيل عليك. لا الحمد لله، كفايه ان احنا راجعين فرحانين. الحمد لله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.